أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا صدق الله العلي العظيم. قصة موسى والخضر قصة مليئة بالعبر الثقيلة الهامة التي يستفيد منها كل إنسان. وفي نفس الوقت الذي هذه القصة تكون قصة عظيمة هي قصة عجيبة تتضمن تساؤلات كثيرة تدور حول هذه القصة. خلاصة القصة
ولعل أكثركم تعرفون هذه القصة بتفاصيل. أن موسى في قضية ما أمر أن يذهب إلى مجمع البحرين ليجد هناك عالما ويتعلم موسى من ذلك العالم. ذهب موسى مع وصيه يوشع بن نون، بدأ يسيران. طبعا يوشع بن نون أخذ معه سمكة مملحة ليأكلونه عند الجوع. وصل إلى مجمع البحرين، جعل السمكة على صخرة، السمكة سقطت في الماء. الماء هذا كان ماء الحياة، السمكة أحيت وسارت في الماء. ذهب خرج من تلك المنطقة، وصل إلى منطقة ثانية. يوشع بن نون ذكر قضية السمكة لموسى، أن السمكة سقطت في الماء فأحيت مشت. موسى فرح لأنه هذا الشيء كان علامة. أين يجد ذلك العالم؟ في المكان الذي يحدث هذا الحدث. فرجع إلى تلك النقطة فوجد رجلا صالحا يتعبد هذا العالم الذي أمر موسى أن يتعلم منه، هذا هو الخضر. موسى ذهب إلى الخضر، قال له أنا أريد أن أسير معك لأتعلم منك. الخضر رفض، قال أنت لا تتمكن على استيعاب، على صبر، على الصبر على أعمالي، إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم أعذره، قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أنت لا تعرف أسباب أفعالي فلا تتمكن أن تصبر على أعمالي. موسى ألح عليه أنه لا يصبر إن شاء الله، قبل الخضر بشرط أنه لا تسألني عن شيء، فيما بعد أنا أحدثك بأسباب أفعالي، ولكن عندما أنا أعمل عملا أنت لا تستشكل علي ولا تسألني. لا بأس. انطلق مشيا، وصل إلى سفينة في قضية. صار الخضر يكسر جوانب السفينة ويخرق السفينة ويجعل في هذه الأماكن في الخروقات الطين، الأشياء التي تذوب في البحر فورا. موسى تعجب، لماذا خرقت السفينة؟ قال له الخضر الشرط نسيته، الشرط كان أنك لا تسألني عن شيء حتى أحدثك أو أحدثك. اعتذر موسى، انطلق، وصل إلى مكان آخر. كان هناك غلام شاب، أخذه الخضر وقتله. موسى غضب غضبا شديدا كما ورد في بعض التفاسير، أخذ موسى الخضر ضربه على الأرض، قتلت نفسا بغير نفس. قال الخضر له نسيت شرطنا؟ مرة ثانية سألت أشكلت؟ قال له موسى أعطني فرصة أخيرة، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. انطلق، ذهب إلى مكان، إلى قرية، كتبوا أن اسم القرية الناصرة، ويقال أنه بعض النصارى أو النصارى ينسبون إلى تلك القرية، لا علينا. كان جائعين، طلب من أهل القرية أن يعطوهما طعاما،
أهل القرية رفضوا. كان هناك جدار يكاد أن يسقط، يريد أن ينقض. الخضر أقامه في بعض الروايات الشريفة بإشارة، الخضر كان مقتدرا، أشار إلى الجدار، الجدار أصلح، الجدار الذي كاد أن يسقط. موسى قال له: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أصلحت هذا الجدار، كنا نأخذ طعاما في مقابل هذا الجدار. قال: هذا فراق بيني وبينك، خلاص. هذه المرة الثالثة كان مقرر أنه أنت لا تسألني، لا تستشكل على أفعالي. ثم حدثه بأسباب أفعاله، لماذا خرقت السفينة؟ هذه السفينة كانت لمساكين، كان وراء هذه السفينة ملك، هذا الملك عنده شره السفن، يأخذ كل سفينة صالحة يأخذها، ملك مقتدر. أنا أعبت هذه السفينة حتى لا يرغب فيها ذلك الملك. أما الغلام الذي قتلته، هو رأيت في جبينه الكفر، وكان أبواه صالحين، قتلته لكي يبدلهم الله سبحانه وتعالى خيرا من هذا الولد، الولد العاق. وبالفعل الله سبحانه وتعالى أبدلهما بنتا صالحة، كان حسب الروايات الشريفة كان في نسلها 70 نبيا. وأما قضية الجدار، هذا الجدار كان ليتيمين، وتحت هذا الجدار كنز، أنا أصلحت هذا الجدار، أقمت هذا الجدار لكي يكبر، وكان أبوهما صالحا، لكي يكبر ويستخرج الكنز. هذه خلاصة القضية. خلاص افترق، موسى ذهب إلى طريقه والخضر ذهب. هذه القضية قضية جدا عظيمة، ولكن تتضمن تساؤلات. هناك أسئلة عديدة، كثير من المؤمنين عندما يصلون إلى هذه الآيات من سورة الكهف تخطر بأذهانهم أسئلة، وهذه الأسئلة أحيانا تسأل أحيانا تطرح. كيف يكون في زمن موسى من هو أعلم من موسى؟ ألم يكن موسى أعلم أهل زمانه؟ ثم موسى كان نبيا وكان رسولا وكان من أولي العزم. الخضر ما كان إلا نبيا، الخضر على المشهور وعلى الأصح لم يكن حتى رسولا، لم يكن من أولي العزم، ذاك واضح، لم يكن رسولا، كان نبيا. كيف يكون الخضر الذي هو نبي أعلم من موسى الذي هو نبي رسول من أولي العزم؟ ثم كيف موسى ما تمكن أن يصبر، إن صح التعبير، ما تمكن أن يصبر على أفعال الخضر؟ ثم الأدهى، هل يوجد كما طرحه البعض، هل يوجد تناقض بين الأنبياء؟ هذا النبي يفعل شيئا ذاك النبي يعترض، ممكن يعني طريقة هذا النبي مختلفة عن طريقة تلك ذلك النبي، وغيرها من الأسئلة. لاحظوا، أنا أمثل لكم بمثال، على ضوء هذا المثال تتضح أجوبة هذه الأسئلة. في بلد من البلاد وتحكمه العدالة، حكومة عادلة قائمة على نظام مرتب منضبط، في هذه الحكومة يوجد شخص عنوانه رئيس الوزراء، ويوجد شخص آخر عنوانه رئيس مجلس النواب. هذا الشخص وهذا الشخص كلاهما مؤثران أثرا كبيرا في ذلك البلد، واضح. رئيس مجلس الوزراء مؤثر، رئيس مجلس النواب مؤثر. أدوار هذا الشخص مع أدوار هذا الشخص تختلف اختلافا كبيرا جدا، وفي الحالات الطبيعية بل في كل الحالات
هذا الشخص رئيس مجلس الوزراء مثلا لا يعرف تفاصيل أفعال رئيس مجلس النواب، ولا رئيس مجلس النواب يعرف تفاصيل أدوار رئيس مجلس الوزراء. هل يوجد تناقض بينهما؟ لا، يوجد اختلاف ولكن ليس تناقضا. هذا يؤدي أدوارا، ذاك يؤدي أدوارا أخرى. اختلاف موجود، أدوار هذا تختلف عن أدوار هذا. هذا قد لا يعلم ما يجب على ذاك، ذاك قد لا يعلم ما يجب على هذا بالتفاصيل. إجمالا يعلمون ولكن بالتفاصيل قد لا يعلمون. عادة الاختلاف موجود ولكن التناقض موجود. لا، الآن لنأتي إلى، طبعا هذه بالنسبة للأدوار. بجانب الأدوار، أدوار هذا الرئيس، أدوار ذاك الرئيس، بجانب الأدوار توجد صلاحيات، أدوار واجبات، هناك صلاحيات أيضا. صلاحيات يعني ماذا؟ يعني أحيانا الأمر يقتضي اتخاذ قرار خاص استثنائي. رئيس مجلس الوزراء له هذه الصلاحيات، رئيس مجلس النواب له هذه الصلاحيات. إن لم تكن هذه الصلاحيات كان وجود رئيس مجلس الوزراء لغوا أصلا. يعني لاحظوا، بلد فيه موظفون مدراء كذا، هؤلاء يديرون البلد، ما هو شأن رئيس مجلس الوزراء؟ لماذا يوجد هناك منصب عنوان رئيس مجلس الوزراء مثلا، أو رئيس الحكومة أو أي تسمية؟ لماذا؟ لأن هناك أمورا، هناك ظروفا لا يتمكن، ليس من صلاحيات الموظفين أن يتخذوا قرارا حازما. هنا يأتي دور رئيس مجلس الوزراء، طبعا إن كان حكيما، إن كان ثقة أمينا، فرضنا على حكومة عادلة منضبطة ورئيس مجلس الوزراء المنضبط العادل فرضا. هكذا بالنسبة إلى رئيس مجلس النواب، مجلس النواب قائم، هناك موظفون يديرون مجلس النواب، ما هو شأن رئيس مجلس النواب؟ هناك قضايا حساسة لا يتمكن أن يبت فيها إلا رئيس مجلس النواب. له صلاحيات، هذه الصلاحيات غير موجودة للنواب العاديين، هذه الصلاحيات غير موجودة للموظفين الذين يديرون مجلس النواب. الآن نأتي إلى قصة موسى والخضر. أحد العلماء المفكرين الفقهاء عنده كتاب، كتب في كتابه هذا المعنى، أنه أنتم تعلمون هناك عالمان، عالم التكوين وعالم التشريع. عالم التكوين هذا العالم، عالم التشريع عالم الأحكام. يقول، ولعل كلامه إلى حد ما صحيحا أو كلامه صحيح لعله، الأنبياء قل منهم رسل، عددهم حسب ما ورد 313 نبيا فقط. هؤلاء هم الرسل من مجموع 124,000 نبي، فقط 313 نبيا منهم هؤلاء الرسل. من الرسل 5 أولي العزم، بقيتهم لا، من غير أولي العزم. الرسل مهمتهم الأساسية عالم التشريع، مهمتهم الأساسية توجيه الناس، هداية الناس، إصلاح المجتمع بإقناع الناس أن يمشوا بصورة صالحة. وظيفتهم هذه، أن يقنعوا الناس لكي يمشوا في طريق الصلاح حتى يصلح المجتمع.
لا بتصرف في عالم التكوين. الأنبياء يتمكنون أن يوجدوا العدالة في المجتمع بتصرف تكويني بإعجاز، لا، هذا ليس دورهم. دور الأنبياء أن يصلحوا، أن يوجهوا توجيها في عالم التشريع، هذا الدور الأساسي. نعم أحيانا عندهم بعض المهام في عالم التكوين، ولكن الدور الأساسي لعله للرسل، للرسل عالم التشريع. بخلاف بقية الأنبياء غير الرسل، غير الرسل ما عندهم رسالة، يعني ليس من واجبهم توجيه الناس أصلا، أصلا لا يأمرون الناس بأي شيء، لا يأمرون الناس حتى بعبادة الله عز وجل. الناس يريدون أن يعبدوا الأوثان، ليعبدوا الأوثان، هذا ليس تكليف النبي غير الرسول. الرسول هو الذي أرسل، لوط، نوح، يونس، يعقوب، صالح، هود، هؤلاء الرسل، إبراهيم، عيسى، هؤلاء رسل عندهم رسالة. لوط لقومه، يونس لقومه، عنده رسالة يوجه الناس، أيها الناس لا تعبدوا غير الله. أما بقية الأنبياء ليس من واجبهم توجيه الناس، لا، ما عنده رسالة أصلا. الفارق بين الرسول والنبي هذا، الرسول عنده رسالة، إما رسالة لكل العالم، يسمى يسمى رسولا من أولي العزم، إما رسالة لفئة معينة، هذا رسول لفئة معينة، لقرية معينة، لمجتمع معين. أما الأنبياء، أكثر الأنبياء ما كانوا هكذا، أكثر الأنبياء ليسوا رسلا، ما عندهم أساسا رسالة. إذن ما هو دور بقية الأنبياء الذين ما عندهم رسالة؟ دورهم الأساسي عالم التكوين، إصلاح تكويني، طبعا بالضبط مثل الرسل. كما أن الرسل بعضهم لهم صلاحيات كبيرة تشريعية مثل أولي العزم، بعضهم لهم صلاحيات معينة محدودة بالنسبة إلى الكبار. الأنبياء هكذا، بعض الأنبياء لهم أدوار مهمة في عالم التكوين، في التكوين لا في التشريع، لا في توجيه الناس. خلل يحصل في الكون يصلحون هذا الخلل، لهم أدوار مهمة في عالم التكوين، ولهم صلاحيات في عالم التكوين. إخواني انتبهوا دقائق. موسى والخضر، موسى من الرسل، الخضر كان نبيا ولم يكن رسولا، على الأصح الخضر ما كان رسولا، نبي من الأنبياء، يعني ما عنده مهمة في توجيه الناس. مهمته في هذا الكون، الخلل الذي يحصل في الكون. صلاحيات موسى، عنده أدوار تشريعية في عالم التشريع، وله صلاحيات تشريعية. يعني ماذا صلاحيات تشريعية؟ خذوا هذه الكلمة إجمالا مني، مثلا موسى لظرف معين يجوز له أن يحلل حراما، له صلاحية. في الظروف المعينة من يتمكن، من له صلاحية؟ موسى له صلاحية لظرف معين، حلال معين يحرمه، حرام معين يحلله، له صلاحيات، صلاحيات تشريعية. الخضر تخصصه إن صح التعبير في عالم التكوين، يعمل عملا، ما هو دوره في عالم التكوين؟ لا أعلم. له دور في عالم التكوين وله صلاحيات، له دور وله صلاحيات. صلاحيات يعني ماذا؟ لاحظوا إخواني، عالم التكوين يسير ضمن مليارات مليارات القوانين، جزء بسيط من قوانين عالم التكوين البشر يعرفه. البشر يعرف من قوانين هذا العالم كم قانون؟ ملايين من القوانين يعرفها البشر. الماء يرطب يبلل المكان، النار محرقة، الهواء أثره كذا. كم أثر نعرف من الهواء؟ 10 آثار،
مئة أثر، ألف أثر للهواء. الهواء له ملايين الآثار لا نعرفها. الماء له ملايين، لعله مليارات الآثار لا نعرفها. نعرف جزءا بسيطا من قوانين عالم التكوين. عالم التكوين قوانينه قوانين مادية مليارات المليارات، نحن نعرف ملايين منها. كل البشر كل قوانين التكوين التي يعرفها ملايين لعله. هي كم؟ القوانين المادية فقط مليارات المليارات. ثم ما وراء هذه القوانين المادية قوانين ما ورائية أصلا لا نفهمها نهائيا إلا ما ذكر لنا الأنبياء والأوصياء فقط. التوفيق لا نفهم يعني ماذا التوفيق، البركة لا نفهم، الشؤم لا نفهم، صلة الرحم تطيل العمر لا نفهم. ما هو ارتباط صلة الرحم بطول العمر؟ لا نفهم. قطع الرحم ينقص العمر، ما هو الارتباط؟ لا نعرف. الصدقة تدفع البلاء، لا نفهم. هناك قوانين تكوينية هذه، ولكن قوانين تكوينية ما ورائية ليست مادية. نحن حتى الماديات لا نفهم أكثرها، قلة من الماديات نفهم. والبشر باستمرار يكتشف من القوانين المادية، وسوف لا يكتشف إلا ببركة الإمام أرواح العالمين فداه، سوف لا يكتشف إلا جزءا بسيطا جدا من القوانين التكوينية المادية فقط. هذه القوانين أنت تفهمها لا تفهمها، البشر يفهمونها لا يفهمونها، هي تحكم. صلة الرحم تطيل العمر، البشر ينكرون ذلك، ينكروا هذا شيء واقعي، شئتم أم أبيتم. البشر إلى قبل 50 سنة كانوا ينكرون وجود أمواج صوتية، الآن اكتشفوا أنه توجد أمواج صوتية. هذه النقلات تأخذ هذه الأمواج تنقلها إلى صوت. كان هذا القانون أم لا؟ كان. البشر ما كان يفهم. عدم فهم البشر لا يؤثر في القوانين، القوانين موجودة. هذه الأمواج كانت موجودة من بداية خلق الأرض خلاص. وأمثال هذه القوانين المليارات، هذه القوانين تحكم، ولكن أحيانا هذا القانون الذي هو مجاله يصطدم بمانع، بقانون آخر. أي منهما يمشي الأقوى؟ يعني شخص وصل رحمه، صلة الرحم تطيل العمر صحيح، ولكن آذى جاره فجاء أجله. عجيب، هذا وصل رحمه، لماذا جاء أجله؟ لأن هذا الإيذاء لجاره كان في هذا الظرف الخاص لهذا الشخص الخاص كان أقوى تأثيرا من صلة الرحم. صلة الرحم ما تمكنت أن تؤثر، القانون الثاني أثر. أحيانا الصدقة تدفع البلاء، وعمل سيء لا يوجد البلاء. هذا الشخص يعمل عملا سيئا، البلاء لا ينزل عليه، لماذا ما نزل البلاء عليه؟ الأعمال السيئة تنزل البلاء، لأنه دفع الصدقة في هذا الظرف لهذا الشخص الخاص، صدقته كانت أقوى. مثلا أقول فالصدقة مشت، منعت ذلك القانون. حاله حال القوانين المختلفة المادية التي نفهمها. توجد هنا حرارة الشمس، ولكن الماء ثلج بارد. كيف؟ لأن في الماء يوجد ثلج، وجود الثلج في الماء أقوى تأثيرا من أشعة الشمس. أحيانا أشعة الشمس توجد الحرارة، ولكن هذا هنا أقوى. أحيانا لا، ثلج صغير وحرارة الشمس قوية، الثلج خلال ثواني يذوب، الماء يصبح حارا، هنا تأثير حرارة الشمس أقوى. القوانين التكوينية هكذا، ولكن هذه قوانين تكوينية جارية ماشية، ولكن في الكون أحيانا القوانين التكوينية تصبح هكذا، لا هذا يتمكن أن يمشي لا هذا القانون يتمكن أن يمشي. تحصل مشكلة، يكونان قانونان أو مئات القوانين أيا كان، فرضنا قانونان يكونان بمستوى واحد، هنا يحتاج التكوين، يحتاج هذا الكون إلى أشخاص لهم صلاحيات.
هنا يمشي هذا القانون أو يمشي ذلك القانون. هذه الصلاحيات جزء منها بأيدي الأنبياء غير الرسل. أمثل لكم مثال، هذا المثال الذي ورد في هذه القصة، ثلاثة أمثلة. الخضر عمل أعمالا تكوينية، خرق السفينة. لماذا خرق السفينة؟ أنا أقول مثلا لعله هذه السفينة كانت لمساكين، أناس طيبون يعملون مخلصون، عندهم سفينة صغيرة، الملك يريد أن يأخذ هذه السفينة. القانون الذي يقول، قانون تكويني مثلا، يقول أنه هؤلاء صالحون فيلزم أن تنجى سفينتهم من ذلك الملك. هذا القانون يريد أن يسير. خب كيف هذه السفينة تنجى؟ يموت ذلك الملك؟ لا 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 يموت ذلك الملك، هناك قانون آخر يقول هذا الملك يلزم أن يبقى. تنزل صاعقة تقطع الطريق على الملك حتى لا يتمكن أن يصل إلى هذا، لا الصاعقة الآن يلزم أن لا تنزل. قانون تكويني، أنا لا أعرف ماذا يحدث. يحدث، أنا أسمي هذه التسمية ولا لعل هذه التسمية غير دقيقة، تحدث مشكلة. القوانين تصل إلى طريق مسدود، هنا الخضر له صلاحية، يأتي بنفسه يخرق السفينة. الصاعقة ما تمكنت أن تخرق السفينة، لماذا؟ لأن هناك قانون آخر يمنع. الصاعقة ما تمكنت أن تنزل على رأس الملك، قانون آخر تكويني موجود. هذه القوانين وصلت إلى طريق مسدود. الخضر هنا يأتي يستخدم صلاحياته، هو يخرق السفينة. النموذج الثاني، الغلام الذي قتله الخضر. هذا الغلام كافر، يؤذي أبويه، يرهقهما. أبواه صالحان مؤمنان حسب القانون الطبيعي الأولي الذي أنا أفهمه مثلا، هذا الولد يلزم أن يموت، خصوصا أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبدل الأبوين بنتا أفضل من هذا الولد. ولكن هذا القانون يريد أن يسير، يوجد مانع أمام هذا القانون. مثلا أقول لعل أبويه كانا يدعوان له، دعاء الأب صالح مستجاب، دعاء الأم مستجاب، المفروض أنه صاعقة تنزل عليه يموت، حجر يسقط عليه من فوق يموت، يعثر يموت مثلا، ولكن دعاء الوالد يمنع أمام هذا القضاء، دعاء الوالدة يمنع، تحصل مشكلة. هذه المشكلة بين قوسين ليست مشكلة خاصة بهذا الولد وهذين الأبوين، القضايا التكوينية مرتبطة، يعني قد تؤدي إلى مشاكل ثانية. يلزم أن تأتي هذه البنت إلى الدنيا، هذه البنت إذا ما جاءت للدنيا قضية 70 نبي من نسلها تكون قضية شائكة، كيف يأتون؟ هناك نظام، هذا النظام يقف. هنا يأتي الخضر، صلاحيات الخضر، الخضر له صلاحية يأخذ الغلام يقتله حتى يفسح الطريق التكويني للقوانين التكوينية الموجودة أن تمشي طريقها. وهكذا المثال الثالث، قضية الجدار، وأمثلة وأمثلة، هذه نماذج كانت. إذن الأنبياء يوجد في أفعالهم تناقض، موسى والخضر كانا متناقضين؟ لا، موسى دوره في عالم التشريع، الخضر دوره في عالم التكوين. الخضر كان أعلم من موسى، الآن أقول الآن مع قطع النظر عن الأجوبة الثانية، عندنا أجوبة أخرى النتيجة تختلف، الآن كلامي ليس عن تلك الأجوبة، بهذا المقدار لا، ليس بالضرورة أن يكون الخضر أعلم من موسى. الخضر علمه في مجال معين، هذا المجال لا يرتبط بموسى، موسى علمه في مجال معين لا يرتبط بالخضر. بالضبط كمثال أقول ولا مناقشة في الأمثال، مثل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، هذا له مجاله ذاك له مجاله، هذا له صلاحياته ذاك له صلاحيات ثانية. موسى من صلاحياته أن يحلل حراما مثلا، الخضر من صلاحياته أن يقتل شخصا، هذا عالم تكوين ذاك عالم تشريع.
هذه الصلاحية ليست لذاك، تلك الصلاحية ليست لهذا. الخضر أعلم من موسى؟ لا يعلم، ليس بالضرورة أن يكون هكذا. يوجد تناقض؟ لا. موسى لماذا لم يصبر؟ قضية معينة، تفصيل معين، موسى دوره دور معين، لعله كما احتمله بعض المفسرين أن الله سبحانه وتعالى أرسل موسى ليتعلم هذه القضية، أن دورك دور معين أنت في مجال معين، لا تدخل في مجال ثاني. هذا موسى وذاك الخضر، هذا في عالم التشريع وذاك في عالم التكوين. موسى رغم عظمته وهو من أولي العزم، ولكن دوره في عالم التشريع محدود، وصلاحياته في عالم التشريع محدودة، يعني يؤدي شيئا من الدور في عالم التشريع ولفترة زمنية. دين موسى خلاص انتهى، فترة زمنية لدينه لتشريعه، صلاحياته التشريعية محدودة ضمن حدود، وأدواره محدودة وزمنه محدود، ودوره خاص بعالم التشريع كمثال. الخضر أدواره في عالم التكوين، أدواره محدودة، ليس له كل الدور في عالم التكوين، كل الكون غير مرتبط بالخضر، جزء من الكون، بعد من الكون مرتبط بالخضر، وفي ظروف معينة، في أزمنة معينة، وخاص بعالم التكوين. لكن يوجد هناك أشخاص، أفراد عندهم عندهم أدوار مطلقة في عالمي التكوين والتشريع، ولآخر الدهر وصلاحيات مطلقة في عالم التكوين وعالم التشريع ولا آخر الدهر. هؤلاء الذين لهم هذه الصلاحيات المطلقة عددهم 14، لا يزيد واحدا ولا ينقص واحدا. محمد وآل محمد. الصفوة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ليس دورهم خاص بعالم التشريع ولا خاص بعالم التكوين، دورهم في عالم التشريع وفي عالم التكوين، ليس دورهم خاص بزمن بمئات السنوات إلى آخر الدهر في عالم التكوين وفي عالم التشريع، ليس لهم صلاحيات محدودة في عالم التكوين أو في عالم التشريع، لهم صلاحيات مطلقة في عالم التكوين وعالم التشريع، في التكوين والتشريع مطلقة زمنا، صلاحية ودور. الروايات الشريفة، بل الآيات القرآنية الشريفة أيضا، بل عشرات نصوص شريفة، روايات التفويض، تفويض يعني ماذا؟ التفويض التكويني، التفويض التشريعي، روايات وروايات، الله سبحانه وتعالى أدب نبيه في بعض العبارات الشريفة، في بعض الروايات الشريفة، أدب نبيه بحبه، يعني ماذا بحبه؟ يعني بما يحب الله، إن الله تبارك وتعالى أدب نبيه بحبه
ففوض إليه، أدب نبيه بحبه، يعني بما يحب. موسى بن عمران يعرف جانبا من إرادة الله التشريعية، جانبا ومن التشريع فقط ولفترة معينة. الخضر يعرف جانبا من إرادة الله التكوينية في جانب معين لظرف معين بصلاحيات معينة محدودة، ولكن الله أدب نبيه بحبه، أعطاه كل ما يحب. رسول الله صلى الله عليه وآله يعرف جميع تفاصيل جميع ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ففوض إليه، خلاص. شخص مخلوق لله سبحانه وتعالى يعرف كل ما يريده الله سبحانه وتعالى في خلقه من التكوين والتشريع، فوض إليه. روايات تتحدث عن تفويض الله سبحانه وتعالى لرسوله في عالم التكوين، روايات تتحدث عن تفويض الله سبحانه وتعالى لرسوله في عالم التشريع. تفويض، خلاص أنا أقول لك. لماذا الأمر له؟ لأنه لا يصنع إلا ما أحبه الله، حسب كلام مولانا وسيدنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر أرواح العالمين فداه. يقول صلوا عليه وعلى آبائه، قلوبنا أوعية لمشيئة الله، خلاص وعاء مشيئة الله. هذا الذي قلبه وعاء مشيئة الله له صلاحيات مطلقة، كل الكون بأيديهم، كل التشريع بأيديه. رسول الله صلى الله عليه وآله لو أراد أن يحرم يحرم ما شاء، أراد أن يحلل يحلل ما شاء، ولا يشاء إلا ما شاءه الله، قلبه هكذا. رسول الله صلى الله عليه وآله كان في الروايات الشريفة، كان يضمن على الله الجنة والله عز وجل يجزي له. الرسول الله يقول أنت من أهل الجنة، خلاص خلاص. هو يعرف تفاصيل ما يريده الله سبحانه وتعالى، قال أنت من أهل الجنة، أنت من أهل الجنة. حرم حرم، حلل حلل، أعطى حقا لشخص، أعطى حقا لشخص. روايات التفويض. ولو أردت عبارة موجزة تجمع بين الأمرين، راجع الزيارة الأولى من زيارات سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، وهي من الناحية السندية من أصح الزيارات، من أصح الروايات الشريفة. في هذه الزيارة عبارتان، العبارة الأولى تنبئ عن هذا التفويض في عالم التكوين، العبارة الثانية تنبئ عن هذا التفويض في عالم التشريع. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم أنتم يا أهل البيت وتصدر من بيوتكم، والصادر عما فصل من أحكام العباد. العبارة الأولى مرتبطة بعالم التكوين، مقادير ما قدره الله، يعني عالم التكوين، يعني نزول المطر هذا ما قدره الله، يعني حركة الشمس ما قدره الله، يعني وجود كواكب ما قدره الله، يعني وجود مجرات هذا ما قدره الله، المجرات تسير هذا ما قدره الله. مقادير، مقادير جمع مقدار، جمع الشيء الذي قدره، ما قدره الله سبحانه وتعالى. ما الذي قدره الله؟ أن أموت أنا في اللحظة الفلانية، أن يحيى شخص في اللحظة الفلانية، أن تنبت الشجرة، كل ما قدره الله سبحانه وتعالى. هذه الإرادة الإلهية في التقديرات، يعني في التكوين، تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. هذا عالم التكوين. العبارة الثانية في عالم التشريع، إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، والصادر عما فصل من أحكام العباد، يعني إرادة الرب في الصادر مما يرتبط بأحكام العباد، هذه الإرادة أيضا تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. هذا عالم التشريع،
كل عالم التشريع عندما الله عز وجل يريد شيئا مباشر لا يكون، هذه الإرادة تهبط عليكم تصدر من بيوتكم. عالم التكوين كله، مرة أتذكر سابقا شرحت بعض الشيء هذه العبارة، كيف أن هذه العبارة لها شمولية، مقادير أموره جمع مضاف إلى جمع مضاف، شمول في شمول، هذا الشمول يعني كل شيء في عالم التكوين ينزل إليكم منكم يصدر، كل شيء في عالم التشريع ينزل إليكم منكم يصدر. تريد عبارة أقصر من هذه العبارة؟ اقرأ القرآن سورة ياسين، عبارة أقصر من هذه العبارة وتتضمن هذا المعنى. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وحديثنا قليل قليل عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ومحدود محدود، بعض الأشياء الصغيرة التي تفهمها عقولنا الصغيرة بالنسبة إلى هذه العظمة. أيام شهر رجب المبارك والأيام القادمة نستقبل فيها ذكريات سعيدة، أعظمها في هذا الأسبوع ذكرى ميلاد سيدنا ومولانا الإمام أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليهما، وذكريات سعيدة في هذا الأسبوع وفي الأسبوع الذي بعده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب، وأتقرب بهما إليك خير القرب، يا من إليه المعروف طلب وفيما لديه رغب، أسألك سؤال مقترف مذنب قد أوبقته ذنوبه وأوثقته عيوبه، فطال على الخطايا دؤوبه ومن الرزايا خطوبه، يسألك التوبة وحسن الأوبة والنزوع عن الحوبة ومن النار فكاك رقبته والعفو عما في ربقته، فأنت مولاي أعظم أمله وثقته. اللهم وأسألك بمسائلك الشريفة ووسائلك المنيفة أن تتغمدني في هذا الشهر برحمة منك واسعة ونعمة وازعة ونفس بما رزقتها قانعة إلى نزول الحافرة ومحل الآخرة وما هي إليه صائرة. اللهم بحق محمد وآل محمد، ارزقنا في الدنيا خدمة أهل البيت، ارزقنا في الدنيا اتباع أهل البيت، ارزقنا في الدنيا والآخرة شفاعة أهل البيت، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على ساداتنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أمير المؤمنين